طبعا انت النهارده بتتكلم عن انظار العالم كله اللي بتتجه حواليك، بتتجه صحيح. في مصر، وفي ظل الصعوبات الكتيره جدا اللي بتحوطك وبتحوط العالم، فانت يعني كبلد وصممت مسؤولين وان انت يعني تقيم هذه البطوله على ارضك. فاحنا الحقيقه انا بجد فخوره ببلدي، فخوره بأداء المسؤولين، الحقيقة التصميم أنه هذه البطولة تتم هنا على أرض مصر. أنت النهاردة كمان عندك المنتخبات اللي بتشارك في هذه البطولة طبعا العالمية، وأنا أعتقد أنها استثنائية كمان بكل يعني ما تحمله من ظروف وصعوبات صحيح وما إلى صحيح آخره، طبعا. بس أنت بتتكلم كمان في حدث هيتكلم عليه المنتخبات اللي هتشارك هنا في البلد. طبعا احنا عارفين انه في 4 صالات هتغطي هذا الحدث في مصر، فلما تيجي تتكلم مثلا عن اي سيم من المنتخبات اللي هتشارك النهارده، فده هيروح يروج لبلدك ويروج النهارده التنظيم عامل ازاي، البطوله عامله ازاي، ما فيش الاقامه طبعا، يعني ما فيش الاجراءات الاحترازيه يعني تحدي كبير الجديده. جدا، تحدي كبير. طبعا ومصر دايما خلي بالك يا سام، دايما مصر بتبقى قد التحدي. نفتكر بطوله الامم الافريقيه كمان في 2018 2019 أي. كان في بعد اعتذار كل الدول تقريبا الافريقيه، مصر في فتره وجيزه جدا قدرت تنظم بطولة أعتقد من أعظم البطولات على مستوى التنظيم. النهاردة كمان أو خلال خلاص أيام بتنظم بطولة كبيرة، بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي لأول مرة كمان بيشارك 32 فريق طبعا. وده تحدي آخر، يعني عدد الفرق كان أقل، منتخب لكن دلوقتي نتمنى إن شاء الله، وأنا متأكد على مستوى التنظيم، على مستوى الاهتمام، على مستوى كمان الفني، يمكن لاعبتنا هينقصنا شوية الجماهير، لكن أنا متأكد إن شاء الله إن نكون يعني كده بطولة ناجحة بجميع المقاييس يا بإذن رب الله يا إن رب. شاء الله.